أمامكم مباشرة يا شباب، هذا العام سوف يروح لأنه الأسوأ على الإطلاق يا شباب. ابلع يا عم، والله يعني لن تستاهل أن تكون في أي تشكيلة لأي لاعب في لعبة الإفس موبايل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو سوف نقوم بتجربة بطاقة كاسياس يا شباب، ولو أنه منذ البداية أعلم أنها بطاقة سيئة، إلا أنني سوف أمنحه فرصة يا شباب من أجل تجربته. سوف أخصص له هذا الفيديو، سوف نعمل عليه مراجعة كاملة، سوف نقوم بتجربته في أكثر من 10 مباريات، سوف نلاحظ أداؤه. الآن سوف نضعه في مقارنة مع بطاقة نويرا العادية كما تلاحظون، نجد أن بطاقة كاسياس أفضل منه في الارتماء وكذلك في الارتداد. كما تلاحظون كل هذه الأرقام سوف نلاحظها، هل هي فعلا في أرض الميدان أم لا يا شباب؟ كما تلاحظون فهو أفضل بكثير من نوير. كما تلاحظون الطاقات الخاصة بينه وبين شمايكل، بالتالي فمن خلال الأرقام ومن خلال الطاقات فهو أفضل بكثير من بطاقة نوير وبطاقة شمايكل، لكن هذا ما سوف نتعرف عليه في المباريات الهيد تو هيد يا شباب. سوف نرى أداؤه في مواجهة الخصوم يا شباب، هل هو فعلا يستحق من الشراء أم لا يا شباب؟ الآن سوف نتوجه مباشرة لمواجهة الهيد تو هيد. يا رب أن يكون خصوم لا يلعبون العرضيات، هل تتوقعون مع من سوف نواجه؟ الآن كما تلاحظون تصنيفي 778، سنحاول الوصول لبطل الفيفا في أسرع وقت يا شباب من خلال تجربتنا للبطاقة يا جماعة. أول مباراة سوف نلاحظ مع من سوف نواجه يا جماعة، كما تلاحظون هذا الخصم مع دياز ومو صلاح، مع مارتينيز في حراسة المرمى يا رب، كما تلاحظون الكرة مع زيدان قطع مني، اعادها كيزا، هي كيزا اعادها كيزا، كيزا ارجوك الهدف ارجوك يا زيدان، مستحيل يا زيدان، الهدف في الدقيقة 23، الكرة مع الخصم، هذا الخصم لعيب بشكل مو طبيعي يا شباب، لاحظوا كيف مر، ماذا تفعل يا زيدان؟ والله حرام عليك، والله يعني يا دياز، تفو على قول كيدير، اللاعب سددها في وسط المرمى، لاحظوا في وسط المرمى ولم يستطع حتى الحصول عليه، والله يعني ماذا أقول لكم؟ أول مباراة يعني عصبني هذا الحال، والله يعني كيزا مار، مستحيل يا كيزا، والله أضع كيزا. الشوط الثاني هي الهدف الثاني، زيدان تمرير عالمية، هي كابريال، مستحيل، هدفين، آخر فرصة مع الخصم، من هو هذا اللاعب؟ لاحظوا تقطعات الإنترنت، والله يعني بلعنا يا شباب، تو والله بلعنا يا أصدقاء. كما تلاحظون أول مباراة تصدياته سيئة جدا، لم يتصدى لولا هجمة يا أصدقاء، كل هجمة بهدف، لكن سوف نلعب يعني العديد من المباريات لكي نتأكد ونجزم هل هو حارس جيد أم لا يا شباب. كل شيء أمامكم، كل شيء في الفيديوهات، كما تلاحظون المباراة الموالية كل شيء بالمباشر، إذا هزمت سوف أضع لكم، إذا انتصرت سوف أضع لكم، إذا لم تكن هنالك ولا تصديات سوف أتخطى تلك المباراة وأضع لكم المباراة الموالية يا جماعة. هذا الخصم مع سومر في الحراسة، مع فيني، جابرييل كذلك يمتلكه، المرتدة، لاحظوا الكرة مع الخصم، قطع جابرييل، راح جابرييل هرب، شد جابرييل، مستحيل، والله هذا سومر البطاقة 85 عالمية يا شباب. الكرة مجددا مع جابرييل، تمريرة أسطورية لكيزا، هيا كيزا، أرتو، تمركز سومر عالمي كما قلت لكم في الفيديو السابق يا رب، على بيلينغهام، أين هي الاحتفالات الكتفين يا بيلينغهام؟ والله يعني ينعس لي هناك يا شباب، نرغب في الاحتفالية الجديدة الخاصة ببيلينغهام يا جماعة. المباراة الموالية يا أصدقاء كما تلاحظون، هذه المباراة إذا انتصرت فيها سوف أصعد للمستوى الموالي يا جماعة، أعتقد أنه الأسطوري 2، خلونا نركز في هذه المباراة لأنها سوف تكون، لا لا والله الخصم معاه تشكيلة كلها ريال مدريد مع كريستيانو وفيني ورودريجو، كيف سوف ننتصر عليه؟ والله كل الروح الرياضية مع مثل هؤلاء الخصوم، أعتقد أن خص لاعبه سوف يكون نظيف يا شباب. الكرة مع بيتيت إلى أين؟ إلى جابرييل، مر من ألابا يا رب، عليك يا جابرييل، أولى الأهداف، المرتدة، كيزا راح كيزا، هي الثاني على ريال مدريد، أوكوش، مستحيل الثاني يا جماعة، ابلع يا عم. الكرة مع تاليسكا، هذا تاليسكا دخلها مكان رودريجو، راقب الدون، ماذا يا حكم؟ والله ضربة خطأ، أعتقد أنه سوف يعرضها لكريستيانو يا ربي، لاحظوا كريستيانو، والله حتى مع المراقبة يدفع المدافعين ويسجل. الهجمة الموالية، كفو يا ريكاردو كارفايو، الكرة مع بيتيت، أعتقد أن آخر فرصة سنبلع فيها. الكرة مع مودريتش، إلى أين؟ إلى بلينغهام، شكرا لكم يا دفاع، والله طيرت
تلك الكرة يا حبيبي. الحمد لله هزمنا أبو سفيان، شكرا لك على الروح الرياضية. تشكيلته كانت جبارة كلها ريال مدريد، الآن قد صعدنا للأسطورة 2 يا شباب. كما تلاحظون هذا هو التصنيف عالمي. مع هذا الخصم سوف نلاحظ معه نوير، سوف نلاحظ التشكيل الخاصة بتشكيلة جيدة إلى حد ما يا شباب، مع جابرييل وديمبيلي خط وسط نار يا جماعة. الكرة مع الخصم، هل هي العرضية؟ أخيرا واجهنا أصحاب العرضيات، أخيرا ظهر لي أبو عرضية المنوم. الكرة مجددا، عرضية عرضية عرضية، ماذا تفعل قصيص؟ والله حرام عليك. الدقيقة 90 يا شباب والعرضية العرضية، لاحظ نوير ماذا يفعل؟ والله بلعه نوير الهدف يا شباب. ماذا يفعل نوير؟ يعني واقف فقط يشاهد الكرة يا شباب. انتصرنا بالدعاء في هذه المباراة، لم نفعل ولا شيء وانتصرنا الحمد لله. أتوني المباراة الموالية، كما تلاحظون لعبت لحد الآن 5 إلى 6 مباريات ولا تصدت للحارس قصيص. كما تلاحظون كل محاولة تصل لي للمرمى أو كل هجمة تصل للمرمى أبلع فيها أهداف يا شباب ولا تصدت. لاحظوا هذا الخصم مثلا، كرة مع صاني العرضية العرضية العرضية، وبيلي سهلة في يد الحارس. الكرة مجددا مع جابرييل، ضربة خطأ. أتمنى أن تسجل هذه الضربة خطأ لأنني أصبحت محترفا فيها. سوف أترك لكم الفيديو في الأعلى على اليمين، ولو وضع المدافع سوف تسجل الضربة خطأ يا شباب. الكرة مجددا مع بيلي، هذا بيلي عالمي، هل هي العرضية؟ هل هو التعادل؟ بيتيت شكرا لك يا عم. الكرة مع هالاند، أين الدفاع يا قصيص؟ والله حرام عليك يا قصيص. الكرة مجددا مع هالاند إلى وين؟ إلى بيلي أخيرا يا قصيص، أخيرا عملت تصدي. لا تترك يعرض يا قصيص، شكرا لك يا عم. نحتاج هدف ولكن للأسف انتهت المباراة مع هذا الخصم المنوب يا جماعة. ننتقل للمباراة الموالية يا أصدقاء، سوف نرى من هو الخصم الذي سوف نواجه. نتمنى أن يكون خصم جبار يا جماعة. كما تلاحظون هذه تشكيلته أعتقد كلها مجانية، فهو مثلي، لا يلعب لا يشتري اللاعبين. الكرة مع فيني، هل هي العرضية؟ فيني، نعم العرضية يا والله، يعني ماذا أقول لكم. الكرة مع أوكوشا، الوانتو مع أوكوشا، راح جابرييل، هي التسديد. هذا روميرو يعمل تصديات في بعض المباريات عالمية يا جماعة. المرتدة، لاحظوا المرتدة. الكرة مع جابرييل إلى كيزا، ماذا تفعل كيزا؟ أرجوك يا حكم لا تصفر، أرجوك يا حكم. الكرة مع جابرييل وريكاردو كارفايو، يا رب مستحيل. هدف في الدقيقة 90 كما قلت لكم يا شباب. الحمد لله أن الحكم لم يصفر في تلك الدقائق، كنت قد تعادلت في هذه المباراة، هذا هو سبب خسارتي يا شباب. المباراة الأخيرة يا شباب، هنا سوف نقول للحارس إما أن تبقى معنا أو أنك سوف تباع في الماركت يا جماعة. الخصم لديه تشكيلة عالمية، جيز وكيزا وإيتو ونوير، يا رب على التشكيلة يا جماعة، نتمنى أن ننتصر عليه. الكرة مع جابرييل إلى أوكوشا، أوكوشا تمرير عالمية إلى كيزا، هيا كيزا، لا 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 لا، مستحيل يا كيزا، كيف مر وكيف سدد الكرة المرتدة. لاحظوا الكرة مع وين؟ مع جياز وروديغار، شكرا لك يا عالمي. المرتدة هي، والله المباراة نار يا جماعة، المباراة نار. زيدان وتمريرة عالمية لأوكوشا، ينبغي لنا تسجيل هذه المرتدة يا جماعة. الكرة مع زيدان إلى جابرييل، مستحيل يا جابرييل، هدف الانتصار في هذه المباراة، شكرا لك على الروح الرياضية. الكرة مجددا مع الخصم، ماذا تفعل يا إيتو إلى وين؟ إلى كيزا، هذا كيزا عالمي، كيزا وآكي، يا آكي شكرا لك، طير تلك الكرة يا عم. الكرة مع جياز إلى إيتو، راح زيدان، هي قصياص، والله كرهتنا في اللعبة يا قصياص، ماذا أقول لك؟ سوف أفعل شيء يعني الآن أمامكم يا أصدقاء لكي تتأكدوا أن بطاقة قصياص هي الأفضل بطاقة يا شباب، كل شيء سوف ترونه أمامكم. فماذا أقول لكم يا شباب في الختام؟ أعتقد أن، وليس أعتقد بل أجزم أن بطاقة روميرو هذه 87 أفضل بكثير من جميع البطاقات في حراسة المرمى يا شباب. هذه البطاقة أدت معي بالشكل الكبير في حراسة المرمى. أي حارس سوف تقول لي، سوف أقول لك أنه أفضل من بطاقة قصيص يا جماعة. بطاقة القصيص الأسوأ، هي الأسوأ في حراسة المرمى يا جماعة. لا أعتقد أن أحد يعني يعتمد على هذه البطاقة ولو أنه يطورها. إذا طورتها والله يعني سوف تبلع الأهداف يعني بسهولة. حارس يعني بطيء في ردة الفعل، حارس يعني ولو سوف تقول لي أن أطوره، أنصحك فقط أن تشاهد الريفيو الخاص ببطاقة شمايكل أو البطاقة الخاصة بياشيل لكي تعلم يعني هل هنالك فائدة من تطوير حراس المرمى أم لا يا شباب. بالتالي أمامكم مباشرة يا شباب، هذا العام سوف يروح لأنه الأسوأ على الإطلاق يا شباب، ابلع يا عم، والله يعني لن تستاهل أن تكون في أي تشكيلة لأي لاعب في لعبة الإف سي موبايل. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم يا شباب،
لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. شكرا لكم على المشاهدة.